هذه صورة البرلمان السوري كما بدت في 29 من أيار عام 1945، حين كانت تخوض سوريا آخر فصول الاستقلال وتقاتل نخبها السياسية من أجل استقلال تام، لا سلطة ولا سيادة لفرنسا فيه حتى على حامية البرلمان. قصة الاعتداء على البرلمان السوري بدأت عندما وجه الجنرال الفرنسي أوليفار روجيه إنذاراً إلى رئيس المجلس النيابي سعد الله الجابري، يطلب منه أن تقوم حامية مجلس النواب بتحية العلم الفرنسي عند إنزاله في المساء عن دار الأركان الفرنسية التي كانت قائمة مقابل البرلمان. لكن سعد الله الجابري الممتلئ بحلم الاستقلال والسيادة الوطنية، والذي كان يرأس برلمانا حرا حتى وهو تحت الانتداب، رفض الإنذار وأوعز إلى قائد الدرك بألا يستجيب له. رئيس حامية البرلمان رفض تقديم التحية للعلم الفرنسي، وفي الساعة 5:30 من مساء يوم 29 من أيار عام 1945، قامت القوات الفرنسية بتطويق البرلمان بالمصفحات والدبابات، لكن حاميته من رجال الدرك السوريين لم يرهبها التهديد، وكررت رفضها تقديم أي تحية عسكرية إلا للعلم الوطني السوري. في الساعة 6:50 بدأت القوات الفرنسية والمشاة السنغال بالاعتداء على مجلس النواب، وتصدت لها حامية البرلمان بأسلحتهم البسيطة، واستشهد 28 من رجالها بعد أن دمرت أجزاء كبيرة من مبنى البرلمان، وتم التمثيل بجثث بعض الشهداء والعبث بمحتويات ووثائق المجلس. دافعت حامية البرلمان السوري عن الشرف الوطني، ودفع رجالها حياتهم ثمنا لرفض تحية عسكرية قد تبدو رمزية، لكن عدوان 29 من أيار تحول إلى شرارة للغضب، ودفع بحلم الاستقلال بقوة حتى كان يوم جلاء الجيوش الفرنسية عن أراضي سوريا في 16 من نيسان عام 1946.